انه العراق بابهى صوره ذاك الشامخ رغم الالم الشاخص رغم الضباب القوي بوجه عاتيات الزمن كذلك هم ثوار تشرين تتعدد وسائل القمع وتضج المحافظات بدماء المتظاهرين ورغم هذا كله الثوره مستمره وكانه هدير دجله والفرات لا ينقطع ولا يخفت ولا يكل من الجريان هو صوت الثوار بمليونياتهم المتتابعة من بغداد إلى البصرة مرورا ببابل وكربلاء والقادسية والمثنى وميسان وذقار والنجف والأخيرة كانت الفصل الأكثر دموية خلال الأسبوع والشاهد الجديد على دموية السلطة ووحشية أركانها يعني احنا سلميين تلاحقونا بالسيارات والشمر يعني علينا طلق حي ليش؟ ليش؟ يعني انا جاي طالب حقي وحقك يعني، يعني الدول الاجنبيه تتحكم بينا يعني اتعجب عليها، امريكا، ايران، يعني كل هاي الدول يعني، يعني احنا مالنا لنا عشرات الشهداء والجرحى سقطوا قرابين للعراق على يد ميليشيات السلطه في مشهد مروع وصادم تناقلته الشاشات وشهادات الناجين. اخترقوا المظاهرات ورموا على المتظاهرين وسيطروا على ساحه الصدرين بالكامل. مع رمانات جميع اساليب القمع البارحة استخدموها وصل القمع والطلق الشارع الاسكان شارع الاطباء والصيدليين الى ان قامت تصفط لاند تقمع بالوادم وهذا امام اعين رجال الامن ورجال الدوله ساحه حرب بين طرفين غير متكافئين الاول مدجج بالسلاح يحركه هدف معلوم والثاني أعزل ومدجج بالهتافات وصور الشهداء طامح لوطن فكان الثمن باهظا برمانة طبعا هاي موثقة تصوير فيديو رمانة انشمرت على المتظاهرين وبعدها مباشرة بدأ علينا أطلاق النار هذا الشيء تقريبا صار الساعة خمسة ونص العصر أطلاق نار كثيف بداية كان عالي يعني فوق مستوى الرأس تخويف لكن من شافوا المتظاهرين انه ما تراجعوا صار الاطلاق قاتل على مناطق قاتل الراس والصدر عطفا على كل تلك التضحيات يفي المتظاهرون للشهداء بمواصله الثوره فتوجت الشوارع والساحات بجمعه الغضب غضب لن يهدأ حتى يقتلع الطبقه الحاكمه في المنطقه الخضراء